وضعك كتير حساس كتير ستريس ركض براكات حمل سائلة نقص وجع راس ضغط بضغط ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت بتروح تعي تشرب كيس بتحط الفوقك والتحت بوع الصبح معجوق عم بتفركش بغراضي عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة عخر بوصل محبوط حمياني الفواتير تا انسى هالهموم ما قالي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنورة وجزديني على لون الشسير فضت لي كل جيبي حتى تلبس سنياتور ضحك منا حرزاني وحضار الكوميكاتور انا امي قالت لي المستقبل اهم شي عم بفلح مثل السطلي وما عم يدفعوا لي شي ايه والله يا سطلي قد ما صعب الحياة من تعب ولا في ريديو ما بتغر من البيت بس يبلش كوميكاتور اهلا وسهلا فيك استاذ كيف حالك استاذ فيك شرفتنا يا هلا ماشي حال ايه تفضل شو في يساعدك بدي اعزبك غاز عندنا غاز اربع عيون عندنا غاز ست عيون لا ما بدي غاز براد ثلاجه براداتنا ثلاجه حلو انا بدي اعزبك عم فتش على مروحه مروحه في عندنا كثير مراوح في عندنا كثير اشكال في عندنا كثير قصص بلش لك عندك طلب معين يعني ايوه عندي طلب معين تفضل شو طلب بدي مروحه يعني قويه شوي تعطي هواء قوي شوي اللي عندي مش منيحه صراحه اكيد مش جايبها من عنا لا مش من عنا لانه من عنا كل شيء منيح رح بلش لك اول شيء بهذه المروحه هذه بتتعلق بالسقف فيها لمبات لا عندي مثلها انا بدي شيء اقوى صراحه اقوى ايه عندي مثلها مروحه حياه بتتعلق بالحياه هذه لك ما عندي محل علاقه بالحياه ما عندك محل علاقه لا طيب نطلع على الاقوى شوي ايه بدل انا هذا الطلب هو الاقوى شوي نعم خليني اروح معك للاخير هيدي المروحه نعم اوكي هيدي ثلاث سرعات حلو اربع شفرات انتبه معي اربع شفرات مش ثلاثه نعم شفرات ايه معلوم تطلع انعم واقوى وماركه منيحه اوكي اللي وراها كمان يابانيه الصنع بس بدي اعزك فيك تجرب لي هي بس تشوف ما راح اجرب لك اياهم استاذ بس انا عم بشرح لك هلا بالاول نعم. اوكي اللي وراها يابانيه الصنع خمس شفرات بعد بتجي اقوى اوكي وخمس سرعات خمس شفرات نعم حلو خمس أوكي. سرعات راح اجرب لك هيدي اول شيء نعم تخيلك شو بكثير دورتها اي نعم دورتها ايه دورتها ما شو مش حاسسها قوية لا ما مش عم حس في هوا صراحه لا قولوا دايرة؟ معلوم؟ لا ما في هواء ليك انا صفقني الهواء؟ لا ما مش حاسس طيب جرب لك اللي وراها لكن ايه تكرم عينك هذي اقوى اللي وراها ايه وراها اقوى اوه حلو تكرم تفضل قديش قوية بشرفك يعني تبي ما تقول انه عم بيعك في نسمة في نسمة في نسمة؟ استاذ كتير قوية ليك البرادة برا عم بيطيروا يعني لا عم تنسم يعني انه احسن من هي ما كانوا دايره بس هي انه عم بتنسم عم بتنسم انه ايه طيب بدي شيء ما بعرف اذا فهمت علي مسيو بدي انا مروحه يعني تعطيني هواء لانه يا خيي عم شوب والمروحه اللي عندي ما بتعمل شيء يعني بعد مثل هي تقريبا بعد عندي هيدي اخر وحده لا ما هيدي صغيره يا زلمه انه جربنا لقويه هيدي صغيره شو بتعمل هي صغيره طول بالك هلا انت ما تنغش بالشكل مش انه تشوف هيك صغيره كتكوتي يعني مش قويه شوف مالها مروحه هيدي ست سرعات جايه ست سرعات ست شفرات كمان شفره تنطح شفره يعني طيب اوكي رح دور لك اياها قويه هالمروحه شو قويه خرجك عمرك ما تشتري تعرف يا أنتون شو أحلى شيء عملو شو إنه شرعوا عشان كنا نحنا ناطرين لشرع وإيدنا عقدنا وخيفين
بس انه هيك زيت بتقعد انت وراسك مرتاح. انا غير هلا زيت بقعد هيك بدخنها وراسي مرتاح. بتعرف شو اللي بحبه فيك شربول؟ شو؟ انك معترف بوجود راس عندك. ليش هذا على كتافي شو؟ راسك مرتاح. بس ايام ايام بس هزه هيك شمال ويمين بيتعب. هذا لانه بيكون استحقت الشرعوه. لازم تاخذ مجه. هات مجه عم بقلبك هذا. يلا رح اعطيك بس بس نشف ريق بدي ازمت على الدكان جيب لي انية مي. ما عطشت انت؟ بلا. طيب هدم. عطشت لتحليلاتك وافكار. هدم زقها مزبوط. تروح جيب انية مي واجي وتهرق حالك. كله 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 كله. يلا جاي. انا اشتقت لك يا صغيره. ان شاء الله بتصير كبيره. ردت علي. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. وحياتك في شي دكان هون قريبة بالمنطقة؟ دكان شو بدك فيه؟ دكان شو بدي فيه؟ بدي اشتري يعني مي لأنه عطشت. محشش؟ ايه محشش. مزبوط مزبوط. عرفتك من ريحة نفسك حبيبي. خي صرت تعرفني بس كوني محشش وعادي ما في شيء. كيف عم تحشش؟ عادي بايدي ومبسوط شايف الدنيا كلها اخضر. مش عارف انه ممنوع؟ لازم. كيف ممنوع؟ ما شرعوها. لا بعد ما شرعوها. بعد القانون هلا مطروح بس بعد ما تشرعت. شو عم تحكي؟ عم تمزح معي اكيد. لا ما عم بمزح. ما شرعوها بعد؟ ما شرعوها. بتعرف شو بدي اعمل فيك؟ بدي اخذك على الحبس يا حبيبي يا صغيري انت. ما اعتبرش انه شرعوها. لا بدنا نروح سوا على الحبس بحبسك من هلا لكنه شرعوها. اوكي؟ طيب اوكي. بس شرعوها مش عم نطلع. اوف. واخيرا 5 سنين بالحبس كانوا صعبين. يلا تعلمونا كثير. نروح على البيت. طوني ساعة لتجيب انين ماي. ساعة يا ظالم. بعدك على نفس القعدة من 5 سنين؟ أبي الشوم عليك. عاد 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 رجع ورجع عبينا. كوميكاتور 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 زلمة عن جد أنا بقول أيام إنه ما بندم على شيء. لا بندم على تنقية أصحابي. بفوتوني كل حياتي يا معلم. وانتبه انت عطول بتنصحني بتقلي انطون انتبه نقي اصحابك بس انا مثل الغشيم خلص طلطميس. انت ما بترد علي عطول بتاكل الضرب. قلت لك يا طوني مليون مرة عرف كيف تنقي اصحابك. ماشي الحال ماشي الحال. كنا ناكل انا وياه من زيت الصحن. نسي الخبز والملح. نسي انه كان ينام بتخت يا معلم. ايه بفهمك بفهمك هيو. قلنا لك ما رديت علي انا. زمن انا من اصحابي بنقيهم على الطبليه. بقعد على الطبليه وبصير نقيهم. ما هضم عن جد. لا عن جد بنقيهم تنقيه يعني. ما حدا بعد لهلا من اصحاب اللي متعمل ضرب. في عند رفيق اللي بوثق فيه. هذا بوثق فيه على عمياني يعني. ان شاء الله لو معي مليون دولار بحسابي بالبنك ايه بسافر بكتب له هن باسمه
وبروح وانا ايدي واجري بمي باردين. اف اف بوثق فيه على مياني برو، بس بالعملية يعني حو خيك الكيروس اكل الضرب. ما بقى توثق بحدا بشرفك، انت كنت تنصحني انا هلا عم بنصحك. اوعى خيي، ولو كنت اكل انا وياه بزيت الصحن يا زلمه، فوتني بالحيط، بيعني كرمال 10 دولار. بسيطة بسيطة. عيب الشوم بس، عيب الشوم. توني توني توني. شو بقى؟ هذا الصبي غير وضع. هلا إذا بدي أقول له بقول له أنا مقطوع على الحدود. توني توني يجي. ما بصدق. توني. أنا ما بصدق إنه عندك هيك رفيق بصراحة، سوري يعني ما لأنه قال كيف إني ولادك أحني قدامك، ما بصدق سوري. توني بيجي. هلا إذا أنت قلت له إنه أنت على الحدود بيترك كل شيء وبيجي لياخذك؟ بيترك كل شيء وبنص ساعة بيكون عندي. بعد في منهم هالعالم؟ توني توني عامل لك إيه؟ شوف شوف اسمع اسمع. والله غريب يعني موفق بأصحاب. ولو توني. شو عم بدي أقول له؟ إيه إيه شو؟ هلا؟ هلا. شو بدك تقول له؟ ما خليك. الو الو ايه شربول حبيبي كريستيان. لك كيفك يا شربول؟ ولك خي انت خي. لحظه بس لحظه خلي احط لاوت سبيكر بس تسمع. ايه لك شربول حبيب قلبي كريستيان، قل لي شو عايز شو بدك. ولك انت خي انت خي. ولك انا كل ما اسمع صوتك بعتبر خي عم يدق لي. انت بس قمار، قل لي شو عايز قول حبيبي. انت يا شربي لك خي سؤال، انا مقطوع على الحدود. ايه وما معي مصاري كفايه. اوف عرفت، بس بدي اعزبك اذا فيك تمرق تجي تاخذني لانه انا على الحدود مقطوع. شو بدي اعمل؟ شو بدك تعمل؟ بدك تشوف حدا غيري؟ انا فاضيلك اجي على الحدود هلا؟ عامل لي حالك مقطوع ومش مقطوع؟ حط لو سمحت. انا هلا غير ثيابي واطرق مشوار على الحدود كريستيان. دبر حالك خي. أيه. دبر حالك بامرك، دبر حالك. ايه لانه اللي بدك اياه بس انه مش كل يوم والثاني بدي اقول لي. شو بك يا زلمه؟ يلا باي خي باي. حبيبي يا شربول حبيبي يا شربول حبيبي. انت ولك انت قبل اصل ما في منك وحياه الله. سكر ايه؟ ايه هلا سكرت انا وياه جاي. قال بتعرف شو يا زلمه، علقان مع الجيران. ايه لانه فوليوم علقان مع الجيران. اه علقان مع الجيران يا حرام. اه فوليوم صوته كان شوي عالي. شفت شفت كم صارخ عليهم؟ قال هلا بس يخلص مشكل مع الجيران دغري بيوصل. ايه بدي اقول له، بدي اقول له انه انا مش على الحدود. لا دق له طمنه بكون مشغول باله. خمس دقايق هلا بكون ناطرك. هلا بكون يمكن بكون مشي بكون وصل. دق دق خمس دقايق. دق له لا عيب بنتمشى بنعمل لنا تمشي وبكون قطعت خمس دقايق قبل ما يمشي. دق له قال له كنت عم بمزح. آه لا 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 لما يعملوا له عمليه بصوته معقول شو علي الصوت. كوميكاتور كوميكاتور. الله يا اهلا يا اهلا. تفضلوا تفضلوا حبيب قلبي. عشو معذب حالك هيك عزمنا على البيت بيتكم يا حبيب القلب. عذب حالي انا اللي عندي خيي شربل وخيي كريستيان يجوا لعندي لعندي على نص البيت وما بدي اتاهل فيهم ويعمل من قيمتهم ولا عو. بس انه هيك على فجاه كنا جبنا شيء بايدينا. تعوا تعشوا عندي تعوا تعشوا عندي. كنا جبنا شيء معنا. بتزعلني منك اياه حبيبي. يا عيب الشوم عليك. فضلك سابق. شو كريستيان كيف حالك؟ شغال منيح الحمد لله. حلو فيك طايلين اجريك. انا طولان هالفتره منيحه. كله تمام. نساعدكم بشيء في شيء؟ واحد كون عم تعذب المدام. اذا بعد بدك تطرح الفرضيه بدي اسعر منك. طيب خلص بعلق معك. ها عراحتك عراحتك انطون عراحتك. البيت بيتكم شلحوا من اجلكم اذا بدكم ارتاحوا. في لا لا عم بمزح كلمه من قالي. يلا تعال فوت ساعد المدام شوي وبجي. بدك مساعده بدك شيء؟ طيب كله سندويشات وشيء. محترم عامل لك شاورما وشاورما. يلا يلا جاي على مهلك معك. يلا انطروني لحظه. صحيح كان لازم اجيب شيء بايدينا. شو ادمي هالصلاه؟ ما في منه انطون. شو آدمي هالصبا؟ شو قلبي؟ خلصت الساندوتشات؟ يا قلبي أنا معقول عم لف لهم لبنة للجامعة؟ قلبي ثلاثتهم لبنة. ثلاثتهم لبنة بس أنت عازمهم على الشاورما؟ خلص شو بدك؟ هلا هلا بتعرف شو الخبرية. ميرسي حبيبي. يا جرستي. بصير يعمل حركات خجلنا. يا اهلا يا اهلا حبيبي انطون. اهلا وسهلا شرفونا احبابنا. اهلا كثير بحب هيك الاشياء. عزمت المدام فيون هلا يا زلمه. اطيب شاورما عزمت المدام فيون. شغل ديتها ولو هيك ولو هي عجيب. هي عجيبه راحه هي لانه كثير بتنبسط يعني بالاكل وكيف اذا شرب البكريستيان عندنا اليوم. ما في منا المدام وما في منك انت يعني مش معقول يعني كلكم ذوق اقل شيء بتشرشروا اقل شيء ولو هو سندوتشات شاورما. هلا في عامل خبريه انا فيون انه في سندوتش بيناتهم هو لبنه. لبنه لبنه اللي بيطلع له صادوش اللبنه بكره بيعزمنا هو على العشاء. اوكي شو شو
شو بيعزم؟ اللي بيطلع له ساندويتش اللبنه هو بيعزمنا بكره العشاء منيح؟ ايه انا ما عندي مشكله. شو ابو كموني؟ لا لحظه خفت على الجايبه؟ طلع الضيعه بالعكس طلع الضيعه بكره؟ لا لا مش طالع الضيعه بكره. انا سالتك امبارح. يلا نقص ساندويتشات. يلا تفضل على ساندويتش لبنه بكره بيعزمنا. حتى لو انا طلع لي ساندويتش برجع بعزمكم مره ثانيه. مش عارف ايها اكيد. لا 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 طيب انا ما بكذب في الله في اخر نقدش يعني؟ ايه قدشوا يلا خلص المره خلص قدوش يلا ايه قوي قلبك. شو كيف اللي تقول له هالشاورما؟ شو عامل لك فعلا صوص مخيفه. مين طلع له اللبنه؟ الكبيس الزياده شوي كان يعني شاورما. كمان شاورما. انت شاورما؟ وهذا شو اللبنه على شفافك؟ وين؟ لبنه على شفافك؟ ايه شو؟ مرمغ. توم. توم. زيد لي توم. توم؟ يا توم جاي توم. تعرف يا حبيبي قديه هيك انه صار لي باخدك على كافيات وهيك مطاري هيدا اكتر محل بحسه كوزي بترتاحي بتنبسطي فيه. مش معقول اصلا قلبي ما تنسى نحن هون تعرفنا على بعض اول مرة. بتتذكري؟ عن جد كتير رواتيك. كيف هالشغل؟ قلبي بتسأليني اسئلة كأنه صار لك شي سنتين مش شايفتي. انه لا يا حبيبي بس انه اليوم كنت بالشغل ما سألتك كيف كان. كان نهاري حلو. كان نهاري حلو. شلا كل ايامك حلوة. قلبي دخلك هيدا اللي بوجهك مثل البوملة قاعد عم بغمزك؟ غمزني لإلي؟ ايه قلبي انه انا ما بقشع عن بعيد بس مش مبين عم بغمزني. هي شو هي مش عم بغمز هلا؟ يا قلبي بلكي مش لإلي. مش لإلي؟ عشو عم بيضحك هيك؟ خلص شو بدك فيه؟ خلينا نكفي. بقلبه مثل فرجل. ليك 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 كيف عم بغمز؟ حبيبي مش بقوم بوبرو ها؟ يا عمي مش لقالي ضوي بيه؟ ليك قلبي بس لخبرك خبرية وعي فكر انه انا عم بركب لي قرون عينك بنت عينك اذا انت متوطأ معه قولي. يا حبيبي مش لقالي شو بيك؟ عشو كان قاعد عم بغمز؟ ما بعرف ثلاث مرات صرت شايفه عم بغمز. انه ما بعرف بلكي ما عم بغمز. خلص خلص. هو ريس معلم هو هو انت يا مثل الشموطي رايح بتطلوع شو ريس؟ عفوا انت ما حدا حكي معك برم وجهك. عفوا استاذ عم تحكي معي انا؟ ايه عم بحكي معك شايفك انا احترم حالك. ليش عم تحكي معي؟ عمي معروف اذا بتريد اوعى تفكرني مهابيلي يعني. اما فيك تركب لي قرون؟ لا حبيبي شايفك عم بتغمزها من اول ما عدنا. تسلم لي مين؟ عيونك مفقرن. روحي مين غمز؟ انت عم تعمل هيك وهيك 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 عيونك مفقرن ما بتعرف مع مين عم تحكي. لا يا حبيبي فهمين القصه غلط انا ما عم غمز. شو عم تعمل لك انت؟ لك يا قلبي عم شوف الازاز هو مجوي بدي انظف العوينات. يي خد لك بقى الحديث خلص مش الحال. الازازة؟ ها هي شو عم تشوف الازازة؟ اطلب لي حساب يا اخي. مبسوط هيك جرستنا؟ قلت لك ما عم بغمزني. شو معرفني عم بشوف الازازة قلبي انا؟ شفت عيون هيك هيك انا. هيك على طول انت. جاهز زوزو؟ مشاهدينا نحن معكم بنقل مباشر عبر الأخبار تي في. نزلنا على الشارع تناخد سكوب ونسأل كل المعترضين عشو عم يعتصموا. للي تشريع الحشيشي. للي تشريع الحشيشي. للي تشريع الحشيش. للي تشريع الحشيشي. للي تشريع الحشيش. للي تشريع الحشيشي. للي تشريع الحشيش. للي تشريع الحشيشي. جوات الله لايك رو. لا لا تشريع الحشيشي. رو. استاذ. سامي رو. للي تشريع الحشيش. للي تشريع الحشيشي. فيك جبالش. مرحبا استاذ. جايين نسألك أنت عشو معترض تحديداً؟ عفريز. جوات الله عليها هيدي أبو عفريت مهضوم من الضايعة من عنا. أول شيء معترضين ليش ما عنا نسوين حلوة مثلك عنا بالضايعة. مزبوط شبيه؟ مزبوط شبيه مزبوط. للي تشريع الحشيشة. للي تشريع الحشيشة. للي تشريع الحشيشة. أربل هون نحن اليوم معترضين عبر أي تلفزيون؟ الأخبار تجي مهروقة ها؟
عبر الاخبار تفي بدنا نقول انه نحن بالمنطقه هون لا للتشريع الحشيشي، لا لتجريع الحشيشي، لا لتجريع الحشيشي. ولي بلغمت بدينت يا ابو عفريت هدي المشيمه، لا للتشريع الحشيشي، نحن هون ضد تشريع الحشيش. يعني كيف قصدك؟ يعني انه كل لازم تتشرع من زمان، هي المقصود؟ جوات الله عليك ايشك خالصه بالمره، لا من قبل ولا هلا، نحن ضد التشريع، ممنوع التشريع الحشيش، لا للتشريع الحشيش، لا للتشريع الحشيش، لا 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 هلا ولا بعدين ولا قبل بشوي ولا بعد بشوي، لا تشريع الحشيش لا. الله يخليك، كلمه هالمسكين ما تشرعوا الحشيش، ليش نعوهم نوم؟ طب استاذ فينا نعرف شو السبب؟ سعيد البعلبكي اول شيء، اسمي سعيد البعلبكي، حكم المنطقة هون، ولا للتشريع الحشيشي شبابي، لا للتشريع الحشيشي، لا للتشريع الحشيشي، ولا رو، لا للتشريع، ولا رو يا مسكين، رو لا لا. السبب هو التالي، انه نحن الحشيش بالمنطقة عم نبيعه فيهم وبليهم، هلا يشرعوها هيك تصير دشري هيك ينزل سعره بالسوق، انت بتقبليها؟ عيالنا كيف بنطعميهم؟ ما هي ماشي وماشي فيهم بليهم، بدهم يشرعوها لا للتشريع الحشيشي، لا للتشريع الحشيشي، لا للتشريع الحشيشي، لا للتشريع الحشيشي. جوات الله عليكم، بدنا اياكم نطعمي عيالنا. ارخص هلا، جوات الله عليك. وطوتشي شكرا. شو بك معصب؟ ما عم برد عليك؟ أنا برد عليك، لحظة عمالك يا صغير، أيدي رقمي عندك، ست أن أندو تروا كاتر سانك سي، اوعى تنسي لك القشطه برات البراد، مش انه بحميد بعفتر، مش انه بعفتر شو هالجمال هيدا، ولك يقبض جماله. شعراتك كثير حلوين ياي، شو شاطر الكافور. انا عم بعاني من مشكله من هون، قولك على الهايلايت بيزبط معقول هيك، لانه حواجبك من هون من هون كثير حلوين. يعني اذا الاستيتيسيان عن جد الاستيتيسيان بتروح لعندها كثير شطوره، بتدليني عليها بليز بشرفك. اذا انتبهتوا، ما اذا انتبهتوا، اذا انتبهتوا انتبهتي، بدي رقمها ضروري للاستيتيسيان بتروح لعندها، يا ميك ابك كمان بعقد بسطي الميك ابك. هو معلم رئيس، انت يا مثل الشموطه، شو بك رئيس؟ دبومه له شموطه. اخ واخيرا 5 سنين بالحبس علمونا كثير. يلا نروح على البيت. طب ما خلص بس واخيرا. بتفاجئ انا فت بالحاله بعد 5 سنين قاعد هلا. يا لحيت شفت عيونه بصله مره عيون. رد علينا يا قمر. بقلاوه برات البراد، مش انه بحمد بصير. ياي شو حلوين شعراتك. بدي اسالك عن اي كفر، لحظه بس اذا بتريدوا حواجبك هذا الاستيتيسيان عم بتروحي لعنده كثير شاطر، بتعطيني رقمه حواجبي، لانه من هون اذا بتنتبهي من هون إذا بتنتبهي من ها. ممنوع التشريع الحشيش، لا للتشريع الحشيش، لا للتشريع الحشيش، لا 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 هلا ولا بعدين ولا قبل بشوي ولا بعد بشوي، لا تشريع الحشيش لا. الله يخليك، كلمه هالمسكين ما تشرعوا الحشيش، ليش نعوهم نوم نوم نوم. يلا تفضل كمان، بلش يلا يلا بلش، بيطلع لنا اللبنه بكره بيعزمنا. يلا بلش، ما تطلعوا يلا ما هيك من ورا انا رح بلش. اوكي يلا انا اخذت. يلا انت
يلا يلا ذوقوا اللي بيطلع له اللبنه بكره بيعزمنا على العشاء لعنده. وانت ما بدك تاكل معنا؟ بلا بعد شوي. لا هلا بدك شي ساندويتش. يلا يلا هلا بدك شي ساندويتش. كيلو مين يا اخي؟ بس سامع بيقول هلا بدك شي ساندويتش. شو؟ مدامتك اكلتها روح. انا شاورما. مين طلع له لبنه؟ انا كمان شاورما. نعم شاورما. بعد ما في لبنه. شربي انت شاورما؟ انا شاورما. وهذا شو اللبنه اللي على شفافك؟ هذا توم. شو كيف هالشاورما؟ متعقد الكبس فيها شوي زياده كان. مين طلع له اللبنه؟ شو هنك هالشو الصوص اللي حطيته؟ اه شاورما. انت؟ انا شاورما. شاورما؟ شو كيف لقيت الشاورما؟ اوه شو هنك هاي شو هالصوص؟ فعلا الخلطه روعه. مسقسقه. الكبس زياده شوي. مين طلع له اللبنه؟ انا شاورما. انا كمان شاورما. شو شكلك انت؟ ما تمسي اوعى. الوضع كتير حساس كتير ستريس ركض براكت حمل سائل تنس وجع راس ضغط بضغط ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت بتروح تا تشرب كيس بتحط الفوقك والتحت ايه والله بوالصبح معجوق عم بتفركش بغراضي عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة أخر بوصل محقون حمياني البواتير تا انسى هالهموم ما إلي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتندورة وجزديني على لون الشسور فضت لي كل جيبي حتى تلبس سنياتور ضحك منا حرزاني وحدار الكوميكاتور أنا أمي قالت للمستقبل أهم شيء عم بفلح مثل السطلة وعم يدفعولي شيء ايه والله يا سطلة قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ريديور ما بتغر من البيت بس يبلش كوميكاتور كوميكاتور كوميكاتور